اهلا وسهلا بكم الى حلقه جديده من اليمن اصل الحكايه. لازلنا في الحديث عن الحكم الاتحادي في اليمن باعتباره بوصله التحولات الحضاريه اذا ما تم الالتزام بنظام الحكم الاتحادي بمعايير الحكم الرشيد ومساواه قانونيه لا تكون بديل للمساواه الاجتماعيه ولكنها مقدمه لها. واقع الدوله اليمنيه شانه شان كثير من الدول الناميه، مثقل بتركه كبيره من المعوقات من الصعوبات وبالذات تلك التي تعترض مسيرة التغيير والتنمية وتقف حجر عثرة أمام ديناميكية تحقيق أهداف العملية السياسية والتنموية. ولذلك فقد أسهم في نشوء أوضاع متشابكة وبالغة التعقيد فرضت نفسها كمهام ضرورية لا بد من مواجهتها لضمان إرساء الدولة لوظائفها بصورة متكاملة. هنالك طبعا العديد من الخلفيات المهمة من الجيد الإشارة إليها، ومن بينها الخلفية القانونية والسياسية لنظام الحكم في اليمن لتتضح الفكرة الاتحادية أكثر وأكثر في ذاكرة الأجيال الجديدة. يعد نظام الحكم في اليمن بالاستناد إلى الدستور اليمني هو نظام جمهوري ديمقراطي، الشعب مالك السلطة ومصدرها، يمارس بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية. يقوم النظام الأساسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، حيث يفترض تداول سلمي للسلطة والمشاركة فيها عن طريق الانتخابات العامة. كرس الدستور أيضاً اليمني أحكامه العامة الأسس السياسية لنظام الحكم، نظمت نصوصها كفالة الحقوق والحريات ابتداء من الحق في التغيير وهو يعتبر من أهم الحقوق، حيث أورد في المادة 42 من الدستور السابق على أن لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية، حق الإسهام في الحياة الاقتصادية، حق الإسهام في الحياة الاجتماعية، حق الإسهام في الحياة الثقافية. وتكفلت الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول بالكتابة بالتصوير، وهذا يعني أن المشروع اليمني قد أثر إلى أن ينص على صراحة حرية الإعلام أسوة بقية الدساتير الاتحادية والحديثة، معتبرا أن نص المادة السابقة تلبي مطالب الحماية الدستورية لتجسيد وممارسة هذا الحق بكل صورة من منطلق حرية الصحافة باعتبارها أهم مدخل لإرساء التحولات السياسية. وبالتالي فإن كفالة حرية الصحافة تحقق في الوقت نفسه حتمية ضمانة الحريات العامة بشكل عام. حقيقة الأمر كان يجدر بالمشرع أن يفرض نصاً خاصاً في الدستور يكفل حماية حرية الصحافة والنشر بشكل صريح. لهذا الحكم دلالة كبيرة جداً ومهمة، كونه مؤشر على مدى احترام الدولة ومصداقيتها في التعامل مع هذه الحرية التي تعتبر مدخل الدولة اليمنية الحديثة. الطفرة التي عرفها التشريع اليمني في مجال تعزيز الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية، هنالك أيضا نقطة مهمة جدا أن بعض منها كانت لم تكن أكثر من مداهنة للشعارات الديمقراطية وخطاب ود المنظمات الدولية المانحة وتسلق المشهد الحقوقي والإنساني. كانت هذه النصوص البراقة مجرد تجميل لصورة النظام تحاول من خلالها تبييض مواقفها والتمويه على الممارسات السلطوية الشمولية. فقد بقي أسلوب إدارة الحكم في اليمن يتسم بسيطرة الفرد الواحد وتحكمه المنفرد لمقاليد السلطة وإنكاره لمبدأ مهم جدا وهو مبدأ التشاركية، ورفض لآلية التداول التي تبلورت هذا الرفض في سياسات قمعية وانتهاكات حقوقية ضد المعارضين والمخالفين. تضاعف عنف السلطة، اشتدت إجراءات التنكيل والتعسف، امتلأت السجون بالمعتقلين السياسيين، ضيق الخناق على المساحة المتاحة لحرية التعبير. أكدت بعض المنظمات الدولية والمحلية والهيئات المعنية بحماية حرية الصحافة وحقوق الإنسان هذا الكلام. شوائب المناخ العام الذي ساد ويسود اليمن حتى هذه اللحظة أسهم في تأجيج حدة الصراع بين النظام وحملة الأقلام بين نظام الحريات السياسية ونشطاء حقوق الإنسان، أفضى إلى مزيد من الاحتقانات. تورطت السلطات اليمنية قبل الانقلاب وبعد الانقلاب في سلسلة إجراءات وصفت بالتعسفية، اشتدت موجة التقييد والتضييق للحريات العامة كمدخل لبناء حكم رشيد. هنالك انتهاكات، هنالك جنايات، هنالك ممارسات، هنالك ضغوط سواء عن طريق التهديد أو عن طريق التنكيل أو الاختلاف أو الاحتجاز بسبب قضايا الرأي وحقوق النشر. تشير التقارير إلى عملية استيلاء على بعض الصحف المعارضة التي كانت تشكل معارضة مهمة جدا لمؤسسات السلطة، وشكلت أيضا نقطة مهمة جدا لتوعية الشعب. فسرت كثير من التحليلات محاولة استنساخ هذه الصحف، استنساخ المؤسسات بأسماء شبيهة بهدف المضاربة على الصحف الأصلية وخلق الإرباك حول موقف هذه الحريات هذه السياسات. والجدير بالذكر وهذه نقطة مهمة جدا،
أن الدستور الجمهوري اليمني المعدل في العام 2001 بيّن مصدر السلطة وطريقة ممارستها والعلاقة بين القائمين بها وانتقالها ونظام شكل الدولة، وحدد حقوق المواطنين، حدد أيضا واجباتهم، حدد نقطة مهمة جدا، حرية الانتماء السياسي، حرية أيضا المنظمات. إلا أن ذلك قد أثبت أنه لم يكن يساوي إلا حبرا على ورق كتب به. لم يستقر الحكم في اليمن منذ مدة طويلة. تنوعت النظم المتعاقبة بتنوع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تداخلت العديد من العوامل الداخلية والخارجية. ظلت أنظمة الحكم في اليمن تأخذ ملامح المناطق المحيطة، تعكس الأوضاع المختلفة التي تتأثر، لكن الحقيقة المؤكدة أنها ظلت محكومة بالمتغيرات، لم تكن لتعرف الثبات حتى في النطاق الزمني بسبب غياب مفهوم الحكم الاتحادي. تعتبر هذه الفترة ما بين قيام النظام الجمهوري وإعلان الوحدة أكثر هذه المراحل تقلباً لدى سياقة شكل النظام السياسي القائم. فرغم تحوله من نظام إمامي إقطاعي إلى نظام جمهوري وفق ثاني أهداف الثورة، إلا أن شكل النظام السياسي ظل أوحادياً فردياً في شمال الوطن. لم يكن هنالك فقط تعدد سياسي، كما لم تكتمل أركان النظام السياسي وأسسها الحديثة المتمثلة بالديمقراطية، بالحرية، توسيع قاعدة المشاركة السياسية والحزبية، التداول السلمي للسلطة، لجأت القوى المتباينة للتعبير عن نفسها في ما كان يسمى بالشطر الشمالي من اليمن، بالدخول مع السلطات المتعاقبة في سجال سياسي وصراع عسكري محدود في أكثر الأحيان. بينما كان يعرف الشطر الجنوبي فقد أسست الجبهة القومية منذ الاستقلال بعد الاحتلال البريطاني نظاما سياسيا سمي بالتوجه الاشتراكي، كان يقوم على البلوتاريا، تحالف العمال، الفلاحين، المثقفين، الثوريين. وحقيقة الأمر فإن هذا النظام على قدر تعاطيه مع احتياجات وقضايا الشعب كان أيضا منقوص الديمقراطية، وكان هنالك تكريس لمسلك استبعاد الفصائل السياسية المعارضة. وقد استمر هذا النظام أكثر من 11 عاما وخاض بعض الصراعات في إطار الحزب الواحد، إلا أنه استطاع أن يمارس ثقافة التمدن ويقبض على زمام السلطة ويوجهها في إطار المفاهيم التقدمية التي سيسوق لها العديد من المفاهيم التي شكلت تمهيد لقيام الوحدة اليمنية. وهذا شكل نقلة نوعية مهمة جدا في مسار الديمقراطية بالمقارنة مع سمات الواقع السياسي في كل من الشطرين قبل الوحدة. عرفت اليمن لأول مرة في تاريخها، فهمت العديد من المفاهيم التعددية، التنوع، الرأي الآخر، خرجت الأحزاب السياسية للعلن، نشأت تنظيمات، تدفقت التصريحات التي أشهرت العديد من التكتلات الحزبية، تأثر هذا الشعور بمناخ الحرية السياسية والتي استقر عددها لاحقا إلى نحو 22 حزب مسجلة رسميا، كما أخذت مؤسسات المجتمع المدني تأخذ طريقها للظهور كانعكاس لتعميم الثقافة المجتمعية التشاركية. طلعت هذه المنظمات بدور غير عادي في الدفاع عن الحقوق والحريات في سياقة جزء من الوعي وتغيير اتجاهات المجتمع وتمكين أفرادها لأدوار حيوية وفاعلة، كانت تلبي جزء منها متطلبات مرحلة جديدة وضعت اللبنة الأساسية للمجتمع المدني الذي بلغ أكثر من 2000 جمعية ومؤسسة أهلية، وأيضا العديد من المنظمات الخيرية التي وصلت إلى أكثر من جمعية خيرية واتحادية تعاونية. كثير من المراقبين كانوا يتأملوا نظام الحكم في اليمن بعد الوحدة التي قام على التحالفات التكتيكية مع قوى سياسية وكان يضرب قوة بقوة حتى استنفذ مصالحه، وتسرع أيضا في التفريط في العديد من التحالفات خوفا من منافستها على مطامع السلطة. لكن التناقضات بدأت تتفاقم داخل التحالف، انفرط عقده لاحقا وبدأت اليمن مرحلة جديدة. المصادر للتوسع في هذه الحلقة نظام الحكم في اليمن وخلفية السياسية للدكتورة هدى علي علوي. نذهب إياكم لمشاهدة مناظر يمنية مصحوبة بالأغنية الوطنية الشهيرة عن الشعب لفنان اليمن الخالد علي بن علي الأنسي. ودعكم على طريقة التحية في الحضارة اليمنية القديمة، بسم الرحمن بدأنا، بسم الرحمن ختمنا، والسلام على حضارة حمير وسبا. I'm a shop.
أنا باسمي أسد وأنا باسمي الدولة وأنا باسمي أسد وأنا بيعترف في كل دولة معاكس.